السلام عليكم، معكم طلال نقار، تابع معكم بعرض حالات نقص الصوديوم. وصلنا للحالة رقم 22. عندي مريضة عمرها 56 سنة، عندها قصة اضطراب تناول كحولية، في عندها تشمع، اجت على قسم الطوارئ بتعب وابدومينال ديستنشن، في عندها تمدد بالبطن. من 3 أيام صار انعمل لها باراسنتيسيس، لارج فوليوم باراسنتيسيس، صار بذل الحبن، تفريغ لسائل البطن بحجم كبير، حوالي 6 لتر من الفلويد طلعناهم من بطنها. حاليا هي لساتها بتشرب 6 كؤوس من الواين اللي هو النبيذ يوميا. ذكروا الواين منخفض يعني فيه شوية سكر ربما أو في كحول هو نفسه، بس ما بيعطي حريرات كافية لحتى يطرح صوديوم، فهو بيساهم بنقص الصوديوم. ضغطها بفحص السرير هي اف براين، ما في فيفر، ما في حمى. ضغطها 87 على 63. نبض القلب عندها 92. عندها تيمبورال ويستنج، يعني ضعف او ضياع المصل بالمنطقه الصدغيه، وهذا الشيء علامه نحول. جاندس، في رقان وابدومينال ديستنشن، تمدد بالبطن، في عندها شيفتنج دولنس، يعني ستيل في عندها اسايتس، بعدها في فلويد من جمع بطنها، وهذا الشيء ما له سربرايز. في عندها وزمات 2 بلس تصل إلى ركبتيها، فما إذا أوفرلودد الساتا. بالنسبة لتحاليلها، أول شيء التحليل البول نورمال، السيدمنت بلاند، يعني بلاند يعني ما هي ما فيها أي أكتيف سيدمنت، ما فيها كاست أو آر بي سيز مثلا. تحاليل الدم بعد الالبومين تشالنج، اعطيناها البومين تشالنج، يعني اعطيتها البومين لمده 48 ساعه بمعدل 1 جرام بير كي جي مثلا، وما تغيرت التحاليل تبعها. هاي التحاليل حنقراها شوي ثاني. انترا ابدومينال بريشر كان 10 مليمتر اوف ميركوري. طبعا انترا ابدومينال بريشر انا كيف بقيسه؟ انا بحط فولي كاثيتر وبقيسه بطريقه نفس طريقه قياس السي في بي. كيف السي في بي بينقاس؟ القياس نفس طبعا مش بالمسطرة او بالقياس، بالطريقة الروتينية القديمة، بنوصل بجهاز القياس السي في بي على المونيتور، اللي هو بيحول البريشر، يعني له في جهاز بيحول بيقيس البريشر حقيقة، بيعطيك موجة، بيعطيك ويف. بهيك طريقة قياس الانترا ابدومينال بريشر. مهمة بمرضى الاسايتس تقيس الانترا ابدومينال بريشر عشان تعرف اذا كان في عنده انترا ابدومينال هايبرتنشن. الالترا ساوند كانت كدني نورمال، ما فيها هايدرونيفروسيس، ما في عندي يعني ما في شيء مميز. هلا بالنسبه لتحاليل الدم، عندها الصوديوم 126، البوتاسيوم 4.7، البايكارب 18، الكرياتين 2.5، البيز لاين 1.1. وهذا اللي قصدنا انه نقول نحن انه الالبومين تشالنج ما غير من الكرياتين، فعندها قصور كلوي حاد. الالبومين منخفض 2.6، توتال بيليروبين 16، مريضه تشمع كبد. الصوديوم باليورين اقل من 20، والاوزمولاريتي 390 مرتفعه. ليش الاوزمولاريتي مرتفعه والصوديوم منخفض؟ الصوديوم منخفض لانه المريضه هي مريضه تشمع، ففي عندها هايبوفوليميا، مش هايبوفوليميا حقيقيه، لا، الكليه عم تشعر في عندها الافكتيف ارتيريال بلاد فوليوم منخفض، وبالتالي عم تحبس الصوديوم، وهذا الشيء عم يساهم بزياده الوزمات والحبن اللي عندها. ليش الاوزمولاريتي مرتفعه بالبول مكثف؟ لانه المريضه رغم انه الصوديوم نازل، الصوديوم نازل هون مترافق مع زياده كميه الصوديوم الكليه بالجسم. نقطه مهمه لازم تنتبهوا عليها. لانه الاوزماتي مرتفع لانه الاي دي اتش اكتيفيتد بسبب الهايبوفوليميا او الافكتيف ارتيريال بلاد فوليوم هو منخفض، يعني الريت بيسموها يعني انه الكليه شاعره انه في هايبوفوليميا، فعم تفعل هرمونات الحجم، وبنفس الوقت عم تفعل الاي دي اتش للاسف، وبالتالي عم يصير في عندي نقص في الصوديوم، اما اذا ما بتقدر تطرح ماء وعم يتكثف البول، فعم يكون الاوزمويتي اقل من الاوزمويتي اعلى من 100. طبعا هدول المرضى اكيد حكيتها وبرد بكرها، لا تعطوهم املاح، لا تعطوهم صوديوم، لانه بيزيد الطين بله. صحيح الصوديوم بالبول منخفض، بس هن بحاجه لادرار حقيقه، مو بحاجه لصوديوم. على كل، نحن عندنا هون تحاليل الصوديوم منخفض، عندي اكيوت كيدني انجري، فبدي اعرف شو التدبير الامثل لهي المريضه، او شو هو التشخيص اصلا. فما هو الخيار الافضل نيكست ستيب بهي المريضه؟ هل اعطيها كومبينيشن ميدودرين مع الاكتريتايد؟ هل اعطيها الالبومين تشالنج اجين ريبيت الالبومين تشالنج؟ نحن اعطيناها 48 ساعه وما سجلنا. اعمل فلويد ريستريكشن عليها على اساس انه هي هايبوناتريميا، اعمل لها ليفر ترانسبلانت، اعمل لها زرع كبد، أو ريبيت الباراسنتيسيس، إني أشيل سوائل إضافية من البطن. شو الخيار الأفضل؟
وقف عن الكلام عشان تثبتوا الفيديو وتفكروا فيها. خلينا نرجع لللاب. شو هو الشغله اللي هي كونسيرنينج حقيقه؟ هي الهايبوناتريميا بحد ذاتها انا لازم اعالجها، ولا هي الاي كي اي الموجوده الكرياتين 2.5؟ طيب هذه الاي كي اي الموجوده حاليا هل هي بري رينال؟ هل سبب المريض انه هي عندها جفاف ودي هايدريتد مثلا، الاوفر دايريزس مثلا، او مساحه نس زياده من الاسايتس؟ هل هي ريلي بري رينال؟ عملنا لها تشالنج بالالبومين وما استجابت. فكون استجابه ما استجابت للالبومين تشالنج والتحليل البول بلاند يعني ما فيه اي اعراض اصابه كلويه، الالترا ساوند ما في هايدرونيفروسس، الانترا ابدومي بريشر نورمال، هي كلها بتحط مع بعض تشخيص الهيباتورينال سيندروم. هذه المريضه هيباتورينال. هل انا اشو كير اباوت الصوديوم ولا اباوت الهيباتورينال؟ حقيقه الهيباتورينال اذا صلحت لها الهيباتورينال ممكن يتصلح الصوديوم لاحقا، لما انا بقدر بتجاوز مشكله الهاي الاوفرلود اللي عند الحجم الزايد اللي عنده، وبالتالي بقدر بتخلص من السوائل وبسخب وتخلص بنفس الوقت من التريجر اللي عم يحرض الاي دي اتش. ممكن عسى ولعل يصلح الصوديوم، ومثل ما قلنا تصليح الصوديوم من هدول المرضى ما بيحقق اي فضيله بحد ذاته الا انك يعني تصلح الرقم. فالهيباتورينال سيندروم هو تشخيصها، اكيد الفلويد ريستريكشن ما هو انديكيتد هون، ما حيصلح لي الصوديوم اصلا وحيزيد من الطين بله عند هاي المريضه. ريبيت البومين تشالنج، نحن اوريدي عملنا البومين تشالنج وما في داعي تعمله مره ثانيه مشان ما تزيد الطين بله بالنسبه للفلويد تبعها. ليفر ترانسبلانت هو الخيار تبعها بس ما هو الوقت المناسب الحالي، ما اذا عندها اي كي اي. والريبيت باراسنتيسيس، ضغط البطن ما هو مرتفع اكثر من 20 ربما هو الانديكيشن انك تعمل باراسنتيسيس. عندها سوائل بالبطن ربما انديكيتد لاحقا بس حاليا ما هو المشكله الاساسيه انه هي فلويد بالابدومين عالي. يبقى الخيار الافضل ربما هو الميدودرينال اكتريوتايد، هذا هو الخيار الافضل لعلاج الهيباتورينال سيندروم. السؤال هو ربما للاضاءه على طرق علاج الهيباتورينال سيندروم او طرق تدبير مرضى تشمع الكبد رغم انه عنده نقص صوديوم. لاحظوا انا هلا حاعمل فلويد ريستكشن عند المريضه، ما راح اخليها تشرب يعني على الاقل ما امنع عن تشرب لترين باليوم مثلا، بس ما حاحاول انه يكون التركيز تبعي كله على نقص الصوديوم. فهي هيباتورينا مثل ما حكينا ميدودرين مع اكتريتايد. سبب التشخيص انه يعني ما بعرف السبب، دي انا ارجع عيد نفس الكلام، حاسكت وثبتوا السلايد وفينكم تقرأوا. خلينا ننتقل للسلايد اللي بعده. لما اذا كان عندها الهيباتورينال ممكن تتحرض بسبب لارج فوليوم باراسنتيسيس او بالاس بي تي اللي هي الاس بي بي اللي هي باراثنايتس التهاب البرتمان العفوي. هلا اللي بيصير عند هدول المرضى انه ارتفاع التوتر البابي البورتال بيساوي سبلانكينج ارتيريال فيزيوديليشن، تمدد او توسع بالشرايين الحشويه، وهذا الشيء بينقص المقاومه المحيطيه كمان، فبصير في عندي النقص بالنتاج القلبي او خليني اقول نقص بالكميه الدم الواصله للكليتين، فبتعاوض القلب ربما بزيد نتاجه. بصير في عندي البيزو كونستريكشن على مستوى الكليه على اساس انه نقص الدم الوارد لها، وهذا الشيء بيوصل لها للهيباتورينال سيندروم. فهون الكليه بتتصرف على انه في عندي نقص حجم رغم انه ما في نقص حجم حقيقي عند المريض نفسه، المريض ربما اوفرلودد. هلا كيف التدبير؟ تدبيرنا للهيباتورين هو اكسبانشن اوف افكتيف ارتيريال بلاد فوليوم، يعني لازم اعمل تمديد للحجم اللي هو الشرياني، ممكن اعطي الالبومين. الالبومين بالذات في هي الحالات ربما مفيد قياسا بحالات ثانيه، يعني الالبومين عموما ما كثير مفيد بالميديسن قياسا بالسالم باستثناء ربما مرضى الليفر. انا لازم ربما اعمل سيستميك اند سبلانكيك فيزو كونستريكشن، وهذا الشيء ممكن يساهم بتخفيف يعني بيعاكس التوسع الباقي الحادث، ربما يزيد من كميه الدم الواصل للكليتين. سيستميك انا بعطي ميدودرين، سبلانكيك بعطي الاوكتريوتايد، هذا هو مبدا الكومبينيشن. لما بتشخص مريض هيباتورينال لازم توقف المدرات، تعطي فلويد تشالنج 20 ل 25% البيومين، يعني بمعدل 1 جرام للكيلو مثلا 100 ام ال كل 8 ساعات او 200 تقريبا، هيك اظن هيك الجرعه بتكون. ممكن توصل حتى 100 جرام يوميا، لانه كل 100 ام ال فيها كل 100 ام ال فيها اذا كان على ما اذكر كل 100 ام ال هي فيها 100
والله كمية الأمل هي 25 جرام، والله ماني بذكر الأرقام صراحة، بدي تقعد تحسبها، بس يعني تقريبا كنا هيك هيك بتعطي، إذا حسبت الجرعة بتطلع معك تقريبا هيك لمدة يومين على الأقل. إذا الكلية ما تحسنت فالهيباتورينال دايجنوست، إذا تحسنت فهو فري رينال. هلا الخيارات للفيزوبريسرز في تيرلبريسين اللي هو دواء موجود بأوروبا حاليا، ترخص بأمريكا بدراسة ب 2021، وهذا ربما هو سبب السؤال. تأكيد على تيرلبريسين كان بي يوز فور الهيباتورينال سيندروم، ميزته عن النور اي بي وال نور اي بي، انه النور اي بي بده في التسريب، النور اي بي كمان مثبت بالهيباتورينال بس بالاي سي يو. تيرلبريسين كان بي جيفن بالفلور، هذه مشكله، هذه الميزه تبعه، ربما هذا الدفش باتجاهه، وعسى ولا ربما بامريكا عندنا نصير نعطيه، ما بعرف اذا متوافر بسوريا، بس باوروبا انا بواثق انه متوافر. هلا الميدودرين والاوكتوريتايد هو خيار الفأرة، واكيد موجود عند كل الناس. الدراسه اظن بال2021 تبع تيرلبريسين موجوده بالنيو انجلاند، اذا كنت راجعوها. النور اي بي مشكلته بده اي سي يو. الميدودرين والاكتريتايد هو خيار جيد طبعا، بينقص التوسع السبلانكيك، بيزيد الماب، وهذا الشيء بيحسن من ترويج الكليتين ربما. هلا الكومباينيشن باحد الدراسات بيزيد الضغط الوسطي، بيزيد ترويج الكليه، بيزيد الجي اف ار، بيزيد من قدره الكليه على طرح الصوديوم لانه الكليه ما بتعرف تشعر، بينقص الحجم الموجود، بينقص المورتاليتي، ممكن بيخفف او بيزيد من ريزوليوشن يعني تحسن الاتش ار اس. هلا عم يشرح ليش ما بدنا نعيد التشالنج، لانه المريضه اوريدي ترايد، فما في داعي لتعمل اوفر لود عندها بزياده الفلويد. الفلويد ريستكشن مي صحيح مي امبروف هايبوناتيميا، بس ما حيعالج المشكله الاساسيه هي باتورينم، ومره ثانيه حيكون قاسيه جدا على هدول المرضى. فلذلك انا ممكن اطلب من المريضه انه ما تشرب اكثر من لتر، لتر ونص باليوم، لتر ممكن غالبا هي صغيره وزنها او المريض نفسه، بس ما حيكون هو تركيزي على هذا الشيء فقط، يعني هذا جزء من العلاجات بده يكون. ليفر ترانسبلانت اكيد مطلوب بس لاحقا لما المريض يتحسن، والمريض مثلا لساته بعده بيشرب كحول اكيد كمان، ما حاليا بيشرب كحول، وبالتالي يفترض انه ما يكون مناسب لزرع الكبد. مثل ما ان الباراسنتيزس هو ربما يكون مفيد اذا كان الاي كي اي، احيانا بيصير الاي كي اي بسبب الابدومينال كومبارتمنت سيندروم، انه في عندي تمدد بالبطن شديد، الضغط اكثر من 20، وهون بهالحقيقه علاج الاكيوت كيدني انجري هو انك تعمل بزل للحبل وتفريغ، ثيرابيوتيك باراسنتيسيس. بنتقل للحاله 23، عندي مريضه عمرها 75 سنه، عندها قصه اوسيو ارترايتس، هايبر تنشن، اجت على الطوارئ او قسم الاسعاف بالليثارجي، في عندها نوام لمده، وفي عندها دياريا، في اسهال وفي قياء. المريضه بادويتها في اسبرين يوميا، في هيدروكلوثيازايد، والهيدروكلوثيازايد صرتوا تعرفوا اكيد انه من اسباب خاصه عند المسنات، انه من اسباب نقص الصوديوم. بالنسبه ل لما كانت وصلت على الطوارئ، ضغط سحب الدم لها، انعطت 1 لتر اوف سالين، سيروم ملحي. ضغط الدم عندها بحدود الدنيا 92 على 54، منخفض نسبيا. عندها نبض القلب متسرع 110، كل هذا الشيء بيقول لي لهلا انه في عندها ربما مع قصه الاسهال والفوميتنج، في عندها ديهايدريشن، في عندها مش ديهايدريشن، كلمه اصح هي هايبوفوليميا. الفحص السريري اولدر وومن، ما هي عندها ما هي بحاله شده، عندها دراي ميوكوس ميمبرين، عندها جفاف في الاغشيه المخاطيه، ريديوس سكين تيرجر، كله هذا بيقول لي انه هذه هايبوفوليميك، هي كونفيوزد، سلو تو ريسبوند تو دايركشن، ما عندها اضطرابات حسية أو حركية بالفحص العصبي. فالمريضة واضح ربما والله العليم بهالكومبينيشن كلها، في اضطراب صوديوم عم يسوي لها أعراض عصبية، في عندها هايبوفوليميا هو ربما العنصر الأساسي إضافة للهيدروكلوثيازايد، ورح نشوف شو ممكن يكون أسباب تانية نقص الصوديوم، لسه هلا ما شخصناه بس عم نتوجه لإله. ما مثل ما توقعت، ماني سوربرايز، الصوديوم 114، وأكيد شايف الحالات قبل أنا ما أعرضها، بس يعني هيك التوجه بيكون، يعني اظن التوجه السريري كان واضح. 114 الصوديوم عندها، البوتاسيوم طبيعي، كلورايد طبيعي، البيو ان كرياتين 1.4، يعني مع بيز لاين عند هيك مريضه فهذا عالي صراحه، فبيتناسب مع بري رينال، ومع البيو ان ليتل بيت اليفيتد. فالجلوكوز تبعها 92، الاوزمولاريتي 250، فهذا نقص صوديوم حقيقي. الصوديوم باليورين اقل من 20، وهذا بيتناسب مع هايبوفوليميا رغم انه هي عندها بتاخذ هيدروكلوثيازايد. والاوزمولاريتي او اوزمولاريتي بالبول 550، فهو مرتفع، فهذا بيتناسب مع افراز للاي دي اتش.
هلا ليش عم يطلع الاي دي اتش عند هاي المريضه؟ هل هو سيادج؟ فينا نشخص سيادج مع مريضه عندها هايبوفوليميا؟ لا، هذا ماذا هايبوفوليميا انديوست هايبوناتري، يعني عفوا هايبوناتريميا انديوست باي هايبوفوليميا، يعني هايبوفوليميا هو تريجر للاي دي اتش، هو اللي خلى الاوزماتي تعلى وبالتالي ينزل الصوديوم ما تتراكمه. هاي راسا شخصنا لكم اياها. هلا اذا كان هذا هو التشخيص فشو رايكم التدبير؟ ان اديشن لازم يعني شو هو العلاج؟ اضافه لايقاف الهيدروكلوثيزايد، الهيدروكلوثيزايد لازم يتوقف في مريضنا الصوديوم، ما في خلاف. شو هو العلاجات الثانيه بهي الحاله؟ طبعا ذكر الصوديوم كان 114، هل تعطيها 3% ثانيا على بمعدل 30 ام ال بالساعه؟ هل تعطيها 3% ثانيا مع 30 ام ال بالساعه مع ديسموبريسين؟ شو الفرق بين الخيارين؟ الفرق انه هذا بيعوض صوديوم وهذا بيعوض صوديوم، بس هذا بيعوض صوديوم بشكل مضبوط لانه انا بمنع طرح الماء الحر، وهذا بيعوض صوديوم بشكل غير مضبوط لانه ممكن هدول المرضى يوقعوا تحت الاكواريسيس الادرار المائي. عندها نقص حجم اعطيتها 3% صلحت لها الحجم، الاي دي اتش الثبات بلشت تطرح مي، الصوديوم نط عندها من 114 صار 140، دخلت بي او دي اس وانت عم تتفرج. فهي اعطيتكم جواب راسا هو 3% غالبا لانه في عندها اعراض عصبيه مع الديسموبريسين. هلا الووتر ريستريكشن مع سالين 200 ميل بالساعه، ما هو طريقه لتصحيح الميه؟ لانه ربما يعمل نفس المشكله كمان، هيعمل يصلح الحجم والووتر ريستريكشن هيمنع طرح الماء الحر، عفوا هينقص الوارد من الماء الحر، والميه هيتطرح ماء لما هتصلح الحجم، وبالتالي هتوقع بتصحيح سريع وكمان هيكون تحت خطر الاو دي اس. هل ممكن بدل ما اعطي 3% اعطي السالين 200 ام ال مع الديسموبريسين؟ هي في مريض عنده اعراض عصبيه، ربما الافضل انا اروح مع 3%، انا هذا جوابي، ربما يكون جوابي غلط بالمناسبه. الووتر ريستريكشن مع السالت تابلت اكيد هي مو طريقه لعلاج نقص صوديوم عرضي به المريضه، ربما هذا بيناسب مريض كرونيك هايبو كرونيك اسيمتوماتيك هايبوناتريميا مع ايوفوليميا، بس مو مع هي المريضة. فأنا صراحة مع الخيار رقم بي، وححافظ على الفيديو حتى لو كنت مخربط لأشوف شو هن جاوبوه، لأن فعلا ماني متذكر بالضبط شو هو كان الصح الجواب. يس مثل ما قلت تماما 3% مع 2 مايكروغرام ديسموبريسين. فنحن بدنا كنترول كوركشن اوف هايبوناتريميا، هذا بسموه البرو اكتف. اذا بتتذكروا محاضره الاضطرابات العصبيه او الاعراض العصبيه لنقص الصوديوم، البرو اكتف انه انا من البدايه بعطي 3 بعطي ديسموبريسين بقفل الكليه بمنع طرح الماء الحر وبعوض الصوديوم على كيفي مع 3%. فهذا الكومبينيشن مع ديسموبريسين مع 3% مشان انا اصلح الصوديوم بشكل مضبوط. المريضه تعتبر كرونيك لانه ما معروف امتى صار مع نقص الصوديوم وبالتالي تعتبر كرونيك. عندها قصه الهايبوفوليميا، واضح من الفحص العصبي انه في هايبوفوليميا، وهذا كله بيقول لي انه هي تحت خطوره الاوفر كوركشن مجرد انا صلحت الفوليوم تبعها. شو فيني احكي؟ هدول المرضى طبعا مثل ما قلنا 3% انا مع ال هي برو اكتيف مثل ما حكينا كومباينيشن، مثل مرضى السيادة، وربما الهايبوفوليميا هن خطورة أعلى للأوبر كوريكشن لأنه لسه الـ ADH مجرد تعطي فوليوم حيتثبط. هلا ديسموبريسين مثل ما قلنا بيتم بينعطى لحتى الصوديوم يوصل إلى الحدود الآمنة، ربما 125، بعدين ربما خفف منه أو وقفه. هلا تم انا بعطي ال 3%، انا بعاير الصوديوم كل ساعتين، انا معدل التصحيح خلال 24 ساعه 6 ل 8. الخطوره هون حتى بالثيازايد في خطوره للاوفر كوركشن، والويذراول اوف اوفندنج ايجنت اللي هو مثلا الفوليوم هايبوفوليميا، فالمريضه لازم انا اكون برو اكتف معاها. هذا هو جواب السؤال او خلاصه السؤال. الووتر ريستريكشن ممكن يعمل رابيد كوركشن مثل ما قلنا لانه يصلح الحجم وما عم تعطيها مي، فهي الصوديوم حيطلع بسرعه عندها. النورمال سالين هون عم يفترض انه ديسموبرسين مع، يا صحيح، فكره ثانيه، انه اذا اعطيت ديسموبرسين مع نورمال سالين انت كانك خلقت سيادتش عندها مع ديسموبرسين واعطيتها نورمال سالين، فتعمل ديسالينيشن، فالصوديوم ممكن ينزل اكثر عندها لانه بتصير تطرح بتحبس المي اكثر، فاللي عم تعطيه كميه كبيره من المي قياسا بالصوديوم، فلذلك ما ظابط هذا الخيار حقيقه. هي نقطه ما حكيتها بالشرح. ووتر ريستريكشن مع سولت تابلت، ما هو علاج هايبوفوليميا اصلا؟ هو علاج لكرونيك اسيمتوماتيك هايبوناتريميا مرضى السيادج.
وصل الحالة رقم 24. عندي مريضة عمرها 75 سنة، عندها ارتفاع ضغط وسكري، جاي على قسم الطوارئ اللي عندها كونفيوجن، عندها تخطيط. اليوم السابع كانت بوضع جيد، ما عم تقدر تاخذ، ما فينا ناخذ قصة منها. أولادها خبرونا عمرها 75 سنة إنه من أسبوعين زوجها توفى، فهي من حوالي أسبوعين ما عم تاكل، هاردلي إيتن، ما أكلة بشكل جيد، وعم تستهلك كمية كبيرة من الكحول. فتذكرنا مجرد ربطنا هدول الاثنين مع بعضهم، فعندي التي ان توست هلا. وبتاخذ كلورثايدون اللي هو ثيازايد، كمان عنصر ثاني اضافي بنقص الصوديوم. نحن عم نحكي محاضرة نقص صوديوم كونفيوز، ففي عندي اعراض ربما. ضغط الدم عندها 90 على 60، 92 على 60، نبضة 104، سكين تيرجر از بور، ففي عندي هايبوفوليميا، المريضة ما عم تاكل كمان. ليثارجيك، بتسأل أو بتجاوب، يعني هي نوام، بتجاوب الأسئلة البسيطة، ما عندها أعراض عصبية موضعة. افترضوها نقص حجم الجماعة بالطوارئ، فأعطوها سالين لترين وصلحوا لها البوتاسيوم، كانوا جخوا عليها، أعطوها 60 ميك over the next few hours. فاليورين أوتبوت فجأة كان 20 ميل بالساعة، وصل إلى 300 ميل بالساعة. هذا شو هذا؟ شو الكلمة تبعها؟ اكواريسيس، ادرار مائي. المريضه كان عندها هايبوفوليميا، محرضه الاي دي اتش، ما عم تطلع يورين، صلحت لها الفوليوم، جخوا عليها بكل ما في الكلمه من محاني وابعاد، واعطوها بوتاسيوم، وخطوره تصحيح البوتاسيوم مهمه هون عشان تتذكروها. ف 300 ميل بالساعه صار اليورين، فهي اكواريسيس. هي المريضه تحت خطوره الاوفر كوركشن، اللي هو صار فعلا بهي المريضه غالبا، حتشوفوا هلا كيف كانت الارقام عندها. المينتال ستاتس انشينجد، الصوديوم باليوم الاول او الاون ارايفل كان 110 شديد مع اعراض، صار 100 121 هلا. خليني ارجع، عفوا، المريضه كان 110 وهلا صار 121 بعد 6 ساعات. نحن خلال 6 ساعات ما لازم يطلع الصوديوم عن المريضه عن 6 116، 4 على 6. بوتاسيوم مثل ما قلنا صلحناه، كان 209 صار 3.4. كلورايد للسكر، البي يو ان، الكرياتين، كان في عنده بري رينال، كان عنده دي هايدريشن، واضح دي هايدريشن، كان 101.3 كرياتين، حاليا 0.9 بيو ان، نزلت ل 18. السيروم اوزمايتي كان 240 على 263 مع ارتفاع الصوديوم، وهذا ترو هايبونترميا. اليورين صوديوم كان 11 منخفض عند هايبوفوليميا المريضه، واليورين اوزمايتي كان 190. البول ممدد نسبيا، يعني ما هو اقل من 100 بس ستيل هو باللور سايد حقيقه. فشو رايكم لازم اعمل لهي المريضه؟ مريضة كانت عندك وعملت لها اوفر كوركشن، او حدا غيرك عمل اوفر كوركشن، فشو لازم تعمل؟ هل لازم تعطيها ديكستروز 5% سكري؟ هل لازم تعطيها السالين 0.9 اللي هي الملح النظامي مع الديسموبرسين؟ هل ما في داعي لتعمل اي شيء، الصوديوم تصلح والله يجزينا الخير؟ او انه اعطيها الهاف نورمال سالين 0.45، او اني اعطيها ديكستروز اي في مع الديسموبرسين؟ حقيقة أنا بقول من خبرتي بالموضوع، ربما من 5 6 سنوات، أو يعني بقول من 10 سنين حقيقة، خلينا من 10 سنين بالضبط، ربما مر علي هي الحالة، وزميلي كان عم يعالجها، صار مش أنا فعلا، مش أنا، ومرقت علي نفس الحالة تماما. وبلش لما شاف الأوفر كوريكشن، بلش يعطيها ديكستروز، وكل ما يعطيها ديكستروز يزيد اليورين أوتبوت تبعها، فما قدر يصلح لها نقص الصوديوم. هلا الحمد لله ما وصل، ما صار مع أعراض عصبية بالأخير أو أو دي إس، بس هي الميدة المفروض ما تعطي ديكستروز فقط، كل الخيارات الثانية غلط بالمناسبة. هي الميدا لازم تعمل ري لورينج، هذه ريسكيو ثيرابي، هذه الميدا ريسكيو ثيرابي، صار في اوفر كوركشن اكثر من 100، اكثر من 116، لان هي كان 110، المفروض ري لورينج لوصلها ل 116 وراقب، لان هذه ريسكيو ثيرابي. فانا لازم اعطي ديسموبرسين، اقفل الكلية، واعطي ديكستروز معاها مشان انزل الصوديوم للحدود الآمنة خلال 24 ساعة. فالجواب هو ديكستروز مع ديسموبرسين، اظن صرت شرحته، وحتى من المثال السابق المريضه هذه ريسكيو ثيرابي اوفر كوركتد، فهي على خطوره الاو دي اس. سبب الكحول هون عم يقول سبب نقص الصوديوم، حاول يشرحه انه اول شيء انسرتن، في عندها اكسسيف فلويد كونسمشن، عم تشرب كحول زياده، ما عم تاخذ انتيك، فالانتيك تبع السوليوت تبعها ما كان عالي، في عندها درجه من الهايبوفوليميا بالفحص السريري تبعها، بتاخذ كلورثاليدون، والسكر ربما، رغم انه سكر الدم عنده طبيعي، بس ربما هو عنصر ايضا بنقص السكر عندها. الفتره غير محدده، فبنعتبرها اكثر من 40 ساعه، وبنعتبرها كرونيك، وبالتالي في خطوره الاو دي اس، كرونيك هايبوناتريميا، الليفل او المطلوب 6 ل 8 او حتى 4 ل 6 بهدول المرضى.
في حين المريضه طبعا تعويض البوتاسيوم، او البوتاسيوم كان ما بقول خطا بس كان لازم يتم الانتباه له. شو العناصر اللي بتخلي الاوفر كوركشن عندها؟ يعني شو هي عوامل الخطوره؟ انه هي الجنس المؤنث، الانيشال بلازما صوديوم لو فيري لو، الصوديوم اللو تبع الهايبوفوليميا بيوضح انه في عندي خطوره، الالكوهول ابيوز والهايبوكاليميا، كلها عناصر بتخليني يعني خاف من الاوفر كوركشن. فالحل هو اني اعطي ديكسروز، بعطي ديسموبريسين مع ديكسروز 1 2 مايكروغرام افري 6 اورز 6 8 اورز، بطلع اليورين اوت لازم ينزل، والديكسروز لحاله ما حيمشي حل ابدا، بدك تعطي ربما 500 ام ال ربما بالساعه، وكل ما اعطيت حيرجع يزيد، فما انا كافي صراحه. بقيه الخيارات اكيد غلط. هيك بكون وصلت معكم لنهايه الجلسه هاي، بتمنى ان تكون عجبتكم، وان شاء الله يا رب متابعين. اظن رح نوصل يعني لسه في فيديوهين تانية. السلام عليكم.